Since 1992 مش نحكي على حكاية سارو من اللي كنت صغير حتى لتو. كي كنت صغير حمد الله وتو متهني حمد الله. أما اللي عشت قبل مش كما تو كنت. كي نمشي لدار واحد من أصحابي ندخل البيت ونقول الزح. علاش أنا ما عنديش بيت كيفو؟ علاش ما عنديش بلاي ستيشن كيفو؟ علاش ما عنديش بسكليت كما البسكليت متاعو؟ علاش مانيش نلبس الحوايج اللي يلبس فيهم هو؟ أمي وبابا مش عندهم وخبوا عليا، مدولي اللي عندهم وأكثر من اللي عندهم. الله يرحمك يا شريفة يا شريفة، اللي عطيت زوز ولا ثلاثة من ولادك كل واحد دار، واللي يعيش في ألمانيا عطيته زوز ديار وكراج. وبابا الزوالي اللي كل يوم يجيك وهكا هكا بيك، قلت له برا عيش في دار بوك، وهي مش دار بوه، هي دار جدو. نتصور كل واحد لقبو حسين يورث في الدار هذيك، حتى واجيدو بالزيرو نصور في تيتروحو مخباش. قلت له يو انتي صور في بايك وانا نصور في باي ولد عمي. الدار العربي هذيك فيها اربع بيوت وسقيفة، بيت لامي وبابا، بيت لاخواتي البنات، وانا اخويا نبتو في سقيفة. اخاطر بيت لعلي طيارة وبيت المنصف اللي يعيش في المانيا، واخوات علي اللي كانوا كل يوم يجوا يدقوا علينا، عندهم عمارات وديار، اما ما رجينا على جال بيت. ربي يعرف شو يعمل، هز ربي متاعو ما خذاو حتى شيء من الدار هذيك، وهاني قاعدة خربة مكتوب عليها للبيع وحاطين نمرو تستناو. زيدوا استناو واحنا رانا ماناش نستناو، خاطر لتو حمد الله نعيشوا في الدار، ومش كيما الدار اللي عشنا فيها ونحنا صغار. ضربة بالصالح، ضربة بالصالح عليك تصب المطر الما يدخل لي الفرش. امي في الدار تحوس بالمحرمة خاطر ما تعرفش شكون مش يدخل، خاطر اللي مش يدخل ما يدقش الباب عنده مفتاح. يتولاكم ربي وبصحتكم جيتوا مع فيصل بابا اللي راسه من اللوطا ما يهزوش. فيصل المتربي اللي قدر الناس الكل ويسلم على الناس الكل ويحب الناس الكل وعمره ما ضر حتى حد. اما انتم ضريتوه سبيتوه وحقرتوه، خاطر تعرفوا ما يرجعش عليكم، تعرفوا عاقل ومتربي. وانا اللي تعلمته من بابا اللي ما نكونش عاقل وما نكونش متربي. وبصحتكم جيت صغير في الوقت هذاك، بصحتكم جيت صغير في الوقت هذاك. I remember every single day، ما نسيتش وما زلت نتفكر كل شيء. I remember every single day، ما نسيتش وما زلت نتفكر كل شيء.